سيد رئيس، مرحبا بالسيد الوزير. السيد الوزير، انا من نهار اللي خلقت في عمري 20 عام كنسبع اصلاح ديال منظومه التعليم في المغرب. كنا 14 عام واللي كان عندنا 14 مليون، صبحت عندنا 20، صبحنا 30، صبحنا 37. السيد الوزير، نجاح البرنامج ديالكم في الاصلاح ماشي مسؤوليه ديالكم بحكم مسؤوليه ديال الحكومه باكملها وجميع مكونات المجتمع، لان التعليم فين كتقيسو؟ كتقيسو في الشارع، في البيت، في المقاولة، في الإدارة. أنا أناشد السيد الوزير، خد شوية الصرامة. بدون صرامة ما يمكنناش ننجحوا في التعليم ديالنا. هناك تسيب، كان تسيب كبير، تسيب لا في الأطر التربوية ولا الإدارية، كاين تسيب، هذا واقع حنا كنشوفوه يوميا. حنا ما كنديروش الواجب ديالنا كمواطنين، ما كنراقبوش، ما كنسيروش ولادنا. وخص إعادة النظر في البرنامج، ما بقاش صدقة، تيسير بالمردودية. وخص دعم المدارس الجماعاتية، غتكون مردودية أكثر، أحسن من النقل المدرسي، لأن هذاك الإطار التربوي غيصبح مراقب ومحضي وغادي يقدر يدير العمل ديالو. السيد الوزير، خص إعادة نظر واحد مجموعة الأمور، وهذا ماشي اختصاص ديالكم، هذا اختصاص ديال الجميع. اليد وحدة ما كتفقش، كتصرفق. السيد الوزير،